أربعة أشهر فقط كانت كافية أمام وزارة الفلاحة للكشف عن حصيلتها بخصوص عملية إحصاء المستثمرات الفلاحية باعتبارها الأولى من نوعها منذ 20 سنة، أين سجلت العملية تقدما معتبرا بالنسبة أزيد من 40% بالاستناد للاستبيان الإلكتروني بدل الورقي. الآن عملية الإحصاء تقريبا رانا في نسبة تفوق 40%، وفي بعض البلديات، لأن على مستوى حسب كل البلديات، بعض البلديات اللي فاقت عملية تغطية يعني 80%، عملية تقدم في إجراء هذا الإحصاء الوطني. بمعنى عدنا تقريبا آخر رقم منذ 20 سنة، آخر إحصاء وطني ندر في سنة 2001 حوالي 1,200,000 مستثمرة فلاحية. الأمر الإيجابي هو أن المعلومة تصلنا في الوقت المناسب، يعني في الوقت الحقيقي لنتيجة استعمال هذا الاستبيان الإلكتروني، لأن يعني العملية كما أسلفنا يعني تندر بعملية باستعمال يعني رقمنا. أواخر شهر مارس من السنة القادمة هو ما يتوقعه قطاع الفلاحة لتسييد الإحصاء الشامل، عملية ستسمح بتقييم السياسات الفلاحية وتقليص البيروقراطية والجهد واختصار الوقت، كما من شأنه تطوير الاقتصاد والرقمنة وتوفير إحصائيات دقيقة. إذا انطلقنا إن شاء الله في توسعة، يعني من بعد يبقى لنا إذا استثنى الولايات الأخرى يعني حوالي 55 ولاية راح تاخذ العمليه ننطلق فيها في اكتوبر نوفمبر، فاكثر تقدير ان شاء الله تكون في اواخر مارس 2022 تكون عندنا المعلومات يعني بالنسبه للوطنيه، يعني خاصه بكل مستثمر فعلي على المستوى الوطني. عمليه هذا الاحصاء هذا الوطني الفلاحي راح تسمح لنا بتحيين استراتيجيه القطاع على مستوى على هذا يعني فتره 2020 2024، وبناء استراتيجية على يعني قواعد صحيحة من خلال معلومات صحيحة على المستوى الواقع. رغم النجاح الذي حققه قطاع الفلاحة في زيادة الإنتاج الفلاحي، إلا أن غياب إحصاء فلاحي دقيق للمستثمرات والثروات بقي عائقا أمام هذا التقدم. فهل سنشهد مستقبلا فلاحيا مبنيا وفق أرقام وإحصائيات دقيقة؟